طلابنا خلصوا مدرسة وانصرفوا للعطلة الصيفية. من المعروف انه بهي الفترة الطفل او الطالب بيرتاح فيها ذهنيا جسديا ونفسيا بعد شهور من التعب من الضغط يلي كان بايام الدراسة بالمذاكرات والامتحانات النهائية لحتى يرجع بكل شغف بكل طاقة بكل حب للدراسة. وهون رشام بيجي دور الاهل واستعداداتهم لحتى يستغلوا هي العطلة بشكل كتير مفيد للطلاب. هلا اول شيء بدنا نقول الحمد لله على سلامة الاهالي بعد انتهاء العام الدراسي. اليوم عم يكون الضغط مو بس على الطالب ولا على الكادر المدرسي، اليوم الأهل أيضا بسبب ظروف الحياة بسبب ظروف العمل والظروف الاقتصادية عم يكون الضغط كتير كبير بوجود أكثر من طفل ضمن المنزل بالمدرسة، متابعة الدروس والماديات اللي عم تصرفيها أيضا للدرس الخاص. اليوم بلشنا بالصيف ورح بدنا نروح لأنشطة صيفية. طيب هدول الأنشطة الصيفية في كتير أمهات بتقول إنه خلص أوف خلاص يعني خليه يلعب ينبسط جايين على المدرسة، ولكن طبيا وثقافيا وعلميا وتربويا اليوم الموازنة جدا مهمة، ودائما نحن الأنشطة الصيفية هي متممة للمدرسة، هي لتنمية قدرات الطفل لرفع مستوى التركيز عنده، ودائما إشراك الطفل معنا بالبيت بمهامنا بيساعده أيضا أنه ينمي قدراته. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم، نحن كيف قادرين نستغل الصيف، كيف قادرين نوازن حياة طفلنا ما بين الأنشطة والراحة والتهيئة لدخول عام جديد بعد كم شهر. أكيد معلومات كتير مهمة حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم وهي الأخصائية التربوية عزيزة نورسي. سعد صباحك. صباحك بالخير. نقول لك الحمد لله على السلامة. عندك أطفال؟ الله يسلمك. رحلة كانت لسه عندي بنت تاسع وابني السنة الجاية بكالوريا. شهادات لسه يعني رايحة على لسه ما خلصنا. ان شاء الله بالتوفيق. الله يسلمك. يعني بدايه العام الدراسي مثل ما ذكرنا للمراحل الانتقاليه انتهى، وبعد فتره فينا نقول الشهادات البكالوريا والتاسع. خلينا نحن كيف ممكن نستثمر هي العطله الصيفيه باشياء مفيده لاطفالنا. تمام، اكيد شيء مهم انه نحن ننظم وقت اطفالنا ونخلي الوقت له قيمه عندهم، ما نخليهم يهدروا وقتهم حتى لو كانت الدنيا صيف. فمن الضروري انه نعمل لهم برنامج نشاطات. نعم. مو شرط البرنامج يكون هو دراسي، فينا اول شيء لازم نحن نفرغ لهم طاقتهم بالرياضه، لازم نشوف شو هي هواياتهم وشو هي ميولهم وننمي لهم اياها. اول شيء انا مو مثلا اليوم ابني عطل بكره بدي اقول له دغري شو بدك تسجل شو الدورات اللي بدك اياها، فهون حتكون صدمه. لازم نعمل لهم بريك وفتره اقل شيء من 3 ايام لاسبوع، اكثرها 15 يوم بين الصيف والشتاء، سواء كنت بدي سجله دوره ترفيهيه او دوره تعليميه او دوره تدريبيه، شو ما كان لازم نحن نعطيه بريك مشان يتنفس شوي ونحن كمان معه نتنفس. تمام. بهذا الوقت بهي الفتره يعني بخلي يعني على راحته، ما في مشكله وين ما بده بيحب شو بيحب شو بي المهم يتنفس، مشان انه نحن لما بدنا نجي نساله شو حابب تسجل بالصيف او شو كيف بدنا ننظم وقتنا بالصيف يكون شويها انه مو لسه امبارح انا خلصت الامتحان. لازم يكون في تفاهم بين الاهل والطفل، يعني نحن او الطالب انا شفت عنده تقصير مثلا بالمواد العلميه ضروري جدا ان يسجله دوره تعليميه. إذا كان الطالب ما عنده تقصير بأي شيء بس هو حابب مثلا ينمي اللغة الإنجليزية عنده، يتعلم لغة جديدة، لغة فرنسية، لغة ألمانية، فهون كمان أنا بجي على حسب رغبته، ما بجبره على شيء. لا إذا كان مقصر، أنا ابني مقصر مثلا بالمواد مثل ما حكيت العلمية الأدبية، فهون من الضروري وجدا ما بناقشه بالموضوع أنه ضروري أنه أنت تسجل بهي الدورة التعليمية، وخاصة طلاب الشهادتين مثل ما حكيتوا الإعدادية والثانوية، مشان هو لاحقا يقدر يجمع المجموع يفوت الفرع يلي بده اياه. خاصة نحن عنا صارت يعني مثل هم الشهادة التاسع أو البكالوريا صارت هم على الأهل قبل الطالب، فمشان هيك نحن لازم نكون نحط الطفل أو الطالب ونكون في اتفاق بيننا، وأكيد لازم يكون الوقت نستثمره بشيء مفيد بشيء صحي، مو طول الوقت الطفل قاعد على الموبايل أو على التلفزيون. ما لازم نخليه يتعلم على السهر بشكل يعني 12 وحدة بالليل، هذا الشيء غلط، لأنه العقل السليم بالجسم السليم. ونحن إذا كان الطفل تعود أو الطالب تعود أنه هو يسهر لوقت متأخر ويفيق الصبح للعشرة 11-12، هون ضربنا كل شيء كنا نحن معلمينه اياه من اساليب، من وقت النوم، من الفطور صار غير وقت، الغداء صار بغير وقت، فهون ما عاد في تنظيم. هلا كونه عم نذكر موضوع التنظيم،
ايام المدرسه بيكون التنظيم يعني هو بشكل عفوي وفارض حاله كونه نحن اليوم عندنا في الصباح، ولكن هلا يعني لامبارح انا ابني عم ينام 9 اليوم ما بعرف كونه بلش انه يتعود بقى بده يطلع يلعب كذا. هلا عم نحكي ما بين الانشطه وما بين الدورات التعليميه والكورسات، اليوم بدنا نوازن، اليوم هذا الطفل مو بس نحن بدنا نعمل اجهاد عقلي له بالكورسات ان كان باللغه ان كان بالمواد العلميه، وذكرنا نحن اليوم انهم عم يتمموا بعض، يعني مثل ما هو علميا رح يستفاد ايضا الانشطه حترفع وتنمي قدرات الطفل، اليوم قد ايه مهم هي الموازنه، واليوم شو اهم الأنشطة اللي ممكن نحن ناخذ طفلنا عليها، واحيانا بيكون اختياره ما كثير محبب للاهل، ولكن نشوف بعض الاهالي بتفضل تسجيل هوايتها هي، قد ايه غلط هي القصه؟ اكيد غلط انه نحن نجبره على شيء هو ما بيحبه، يعني مثلا في عندك مثلا هو ما بيحب الموسيقى، انا ما بقدر اجبره على دوره موسيقى، هو ما بيحب الرسم او هوايته الرسم، انا اكيد بدي نمي له هوايه. هلا من الضروري وجدا كثير ضروري انه نحن نسجله بنشاط رياضي، مثل ما حكينا انه العقل السليم بالجسم السليم، ومنه مشان يفرغ طاقته، مشان ما يصير بالبيت بقى خاصه الاطفال اللي بعمر صغير بده يحوس بالبيت، بده يحرك، بده شيء، لانه في شيء هو انه عنده طاقه لازم ينفسها لهي الطاقه. الاختيار من قبل الطالب او الطفل كثير ضروري، نحن من خيره عندك كذا وكذا وكذا، من ضمن الخيارات انه قلت الرياضه شيء بحبه، لا ما لازم نفرض عليه، اذا هو ما بحبه ما لازم نفرض عليه، بس نحن اذا شايفين انه هو مقصر بماده علميه مثل ما حكيت او ماده لغويه او اي شيء، هي حتكون اكيد فرق. اما الخيار بيكون انه مثلا حابب تسجل كره قدم ولا سباحه، حابب تسجل كره طائره ولا كره يد، حابب تسجل جري، حابب تسجل رسم او موسيقى، هون الخيارات بتكون تمام. اما الخيارات بالمواد العلميه اللي هو مقصر فيها، هذا واجب ومفروض انه نحن نسجله، وحتى لو ما هو حاب نحن بنقنعه بطريقه انه انت مشان تجيب علامات اعلى انت مقصر بهي الماده، مشان ما يصير معك تقصير لاحقا بالسنه القادمه او بالعام القادم، فهون اكيد ما حيكون في اختيار له. تمام، يعني نحن بنعرف انه بكل بيت اليوم في اكثر من طالب على اختلاف اعمارهم، على اختلاف المرحله الدراسيه اللي عم يمروا فيها، اليوم اذا الاهالي بدهم يعملوا برنامج سواء تنظيم للوقت او تنظيم للاشياء اللي ممكن يساووها هدول الطلاب بالعطله، هل نحن لازم نختار برنامج موحد لكل الموجودين او لا لكل مثلا طفل انا بحط له برنامج يناسبه؟ طبعا اكيد لازم يكون لكل طفل برنامج يناسبه، لطفل حسب عمره، لحسب مقدرته، لحسب تقصيره الدراسي، لحسب هواياته. انا ما فيني مثلا انه احط برنامج لطفل عمره 6 سنين دراسي مثلا او ترفيهي مثل طفل عمره 12 سنه او 13 سنه، اكيد القدرات بتختلف والاستيعاب بيختلف، مثلا طالب اللي عمره 5 سنين او 6 سنين ممكن نحن ندرسه بين الربع لنص ساعه، اما الطالب اللي اكبر ممكن 3/4 لساعه حط له وقت للدراسة، فهون أكيد حيكون حسب عمر الطفل، حسب هواية الطفل، حسب ميوله، حسب المواد اللي هو مؤثر فيها. طيب قبل ما كفي حديثنا بهي القصة، خلينا نروح لناحية اليوم كل حدا عم يشوفنا، اليوم مو كل أهالي قدراتهم خلينا نقولها المادية مثل بعض، اليوم بجوز الوضع هو وضغط على الجميع، يعني اليوم ما حدا مستثنى من هذه الظروف. اليوم بجوز في ناس ما قدرتها لا تسجل كورسات لا تسجل دورات تعليمية، يعني هي مجبرة اليوم انه اولادها يكونوا معها بالبيت، ولكن نحن اكيد خلال البيت نحن قادرين اليوم نعمل شيء، يعني نخلق نشاط تشاركي نعبي وقت هذا الطفل وبنفس الوقت هو يستفاد. يعني اليوم نحن شو فينا نشتغل على هذا الطفل ضمن البيت في حال ما كان في اليوم الظروف غير مهيئة اليوم انه يكون خارج المنزل؟ تماما، هلا اذا كانت القدره الماديه بهذا الغلاء اللي قلتي حضرتك، الغلاء المعيشي، ما في قدره للاهل انه يسجلوا باي دورات باي كورسات باي نشاطات، فنحن من يعني بنشوف اقل شيء وابسط شيء انه ممكن نعمله، ممكن نحن نطلع مع الطفل نعمل رياضه، مشي، جري، اي شيء متاح بالاماكن العامه اللي هي ما فيها اي تكلفه، ممكن ياخذ الطفل الطابه معه يروح مع اهله لاماكن فيها طبيعه، هي بتغير جو،
بتخلي الطفل يفرغ طاقته، يفرغ نشاطاته. بالنسبة للشيء العلمي، انه ممكن انا بدي خلي ابني يعمل كورس انجليزي وانا ماني قدرتي انه يسجله بدورة انجليزي، ما حدا ما عنده وسائل تواصل اجتماعي، ما حدا ما في بيته موبايل، ما في حدا ما في بيته لابتوب او تاب او اي شيء. انا في برامج كتير كتير مجانية ومتاحة، تطبيقات موجودة على النت. انا هون بخلي له وقت، انت هذا الوقت اللي فيه الموبايل لازم ساعة للتدريس وساعة ممكن تلعب بلعبة او الشغلة اللي بدك تحبها. قدمهم اليوم تشاركية، نحن نشاركهم بالبيت ان كان باعمال البيت ان كان بالمطبخ، يعني تحسسون انه انت اليوم تنمي حس المسؤولية عند هذا الطفل، يعني انت اليوم مسؤول انك تشتغل معي بالطبخة الفلاني. تعتمدوا على حاله. صعب شوي قدمهم التشاركية، تحسسي انه هو حدا فعال بالبيت. يعني اكيد لما بدنا الطفل انه هو يقدر قيمة الوقت ويقدر قيمة النشاط اللي عم يساوي ويقدر قيمة الترتيب، لازم نخليه يعتمد على حاله ولو بأشياء بسيطة. عم تقدري هاي ولو من عمر 3 سنين، ممكن مثلا البنات بيحبوا شغل المطبخ كتير، يعني انه تعي ساعديني مثلا بهالطبخة، ولو عطيتها شغلة بسيطة، تغسل الخضار، تصف الصحون على الطاولة. بالنسبة للصبيان على الأقل رتب غرفتك، رتب مكتبتك، رتب مكانك، رتب ملابسك. منلاقي بعض في أطفال كتير عندهم فوضى، يعني بتلاقي عفوا منك إجا لحش شنطايته بمكان أو عي بمكان. فهون نحن من هون بده يبلش من عمر الصغير عشان يتعلم الطفل على الرتابة، يتعلم الهدوء، المسؤولية، على النظام. فنحن نبلش معه ولو كان عمر صغير بالأشياء اللي بيقدر هو يساويها، خصوصا إن كان الأهل مو دائما بيكونوا موجودين بالبيت، يعني حلو الواحد يعتمد على نفسه. عزيزة خلينا نحكي يعني من الأمور يلي كتير منلاحظها خلال العطلة الصيفية، أنه بعض الطلاب بيلجأوا ليمارسوا مهنة معينة أو يلجأوا لعمل. بعد فترة منشوف أنه هذا الطفل تعلق كتير بالعمل، صار ممكن يؤدي أنه يترك الدراسة. هل هذا الشيء صحيح أنه نحن اليوم نترك أطفالنا يشتغلوا بعمر مبكر أو لا نلجأ لعمر معين لشغل معين حددوا؟ هلا نحن مفروض ما نخلي الطفل يعني بصراحة تحت عمر معين، يعني تحت عمر 16 مفروض ما نخليه يشتغل، لأنه هو ما له مدرك. يعني بجوز مثل ما قلتي حضرتك يصير أنا عم جيب إيراد، أنا عم جيب مصاري، أنا عم لا شو بدي بالدراسة؟ لا مفروض. فمشان هيك لأنه الطفل لساته ما له مدرك، ما له مستوعب، بجوز يكون حب المادة، حب هاي المهنة أكثر من الدراسة. فأنا بلاقيها أنه لا غلط، ممكن يخليه يعتمد على حاله، ممكن بس مو شرط بمهنة. هلا أنا بلجأ أني خليه يشتغل مهنة لما بشوفه أنه فاشل دراسيا وما في مجال أنه هو يجيب شيء بالنسبة للدراسة، فهون أنا بخيره. بما أنه أنت مالك قدران وما عندك ميول دراسية وما عندك قدرة، وقد ما عم حطه دورات وقد ما عم حطه كورسات ما عم يتعلم وما عم يجيب علامات، هون أنا بلجأ لحتى خليه يمارس مهنة ومهنة هو يحبها، سواء البنت كوافيرة، سواء كانت بالخياطة، سواء كانت بأي شغلة هي بتحبها. بس أنا بما أنه هو ماشي بالدراسة ما بحبز أنه يروح على مجال المهن. أكيد فشل بناحية بالحياة هو مو فشل عام حيكون، يعني دائما طبعا. أي شخص بالحياة عنده إبداع بناحية معينة، ما كان تعلمية حتكون عملية. وبالحياة وسائل التواصل الاجتماعي دائما إحنا بنقول أنه هي سلاح ذو حدين، يعني رغم كل الإيجابيات ورغم كل الانفتاح اللي عم نشوفه من خلاله، ولكن تأثيره جدا عم يكون سلبي، وخاصة على الطفل اللي هو بعمر غير مدرك لنتائج الإدمان الموبايل، التابات، الإلكترونيات. اليوم نحن للأسف، يعني خلينا نعمم القصة وما نقعد نجمل بالواقع، معظمنا فاشل بإدارة هاي القصة، يعني وصرنا نهرب من ضغط العمل وضغط الحياة والضغوط الاقتصادية انه مساك الموبايل وعمل بدك، بس انه تركني ريح راسي هاي من الآخر. يعني اليوم في ناس كتير او امهات كتير بيعرفوا انه هاي القصة عم تصير بكل بيت. يعني اليوم خلينا هيك شوي نبعد، ناخذ محاذير، نعطي سلبيات. واليوم احنا كيف قادرين يعني نوجه الطفل يستخدمه بالشكل الإيجابي؟ مثل ما قلتي هو مرض العصر، صاير النت والموبايل مرض العصر، وكمان مثل ما حكيتي حضرتك اغلبنا ما عم يقدر يستخدمه بالشكل الصحيح. هلا نحن من الاخطاء الفادحه والاخطاء الكبيره انه نحن عم نمسك التاب او الموبايل او هي الوسائل لاطفال تحت عمر 3 سنين. يعني نحن كثير عم نشوف حالات توحد، عم نشوف حالات مرض اعصاب، عم نشوف حالات نقص بالعيون، عم نشوف حالات بعمر 4 و5 و6 سنة.
سنوات بتجي بتسالي الام بتقول لك بيقعد 3 و4 ساعات على الموبايل، هذا الشيء اكيد غلط، اكيد هذا الشيء غلط، مفروض نحن يكون في ضبط لهي الشغله، يكون في ضبط لاستخدام الموبايل، يكون في وقت محدد لاستخدام الموبايل، ما نخلي الموبايل انه انا اذا بدي كافئ طفلي اعطيه الموبايل، اذا انا مشغوله اعطيه الموبايل، لا في شغلات ثانيه ممكن اعطيه العاب تركيبيه اي شيء خاصه لعمر اللي تحت 4 و5 سنين. هدول اهم شيء العاب الليجو وال جريمه، صدقا عم تكون جريمه، نحن بدل ما ننمي له عقله وذاكرته وادراكه عم نخليه يتراجع لورا، عم نخلي الطفل يصير عنده طيف توحد، عم نخلي الطفل يصير عنده مجموعه امراض، عم نخليه يصير عصبي، عم نخليه يصير متوتر، عم نخليه يصير حتى النطق عم يتراجع، الادراك عم يتراجع، يعني بتلاقي انه مثل ما قلتي حضرتك انا بس جايه تعبانه مثلا دوامي خلص خذ وحل عني، هذا غلط. صحيح. هذا غلط، نحن هذا الغلط طالع مننا، انا لما بدي اكون انا مستهتره بهي القصه اكيد الطفل حيكون مستهتر. هلا مو ضروري يكون موضوع الاستهتار كرمال ما نظلم أي حالي الامهات. طيب هي ضغط يعني التريح من الضغط بسبب الحاله، بس انا لاحقا بدي الاقي نتيجه سيئه، يعني صحيح. انا عم بهرب من ضغط بدي اتحمل عواقبه لاحقا، أكيد. لا بهرب من الضغط بشيء على الاقل ما يأذيني ويأذي طفلي. طيب خلينا نحكي عن الام العامله يلي اكثر يمكن حدا بيتاثر بالعطله الصيفيه، بتكون بالشتويه مريحه راسها انه الطلاب بالمدرسه، ويعني هي نظمت وقت شغلها على هذا الاساس، لكن صحيح. وقت تيجي الصيفيه والعطله هون فينا نقول انه بصير في شويه لخبطه، خلينا نوضح كيف ممكن هي تنظم وقتها اليوم خصوصا انه عقله بضل مشغول عندهم. تمام. هلا بصدقي انه الام الموظفه هي بتكون اساسا منظمه وقتها اكثر من الام اللي قاعده بالبيت، يعني بيكون وقت الغداء منظم، وقت الطلعه منظم، وقت الفوته منظم، بس مثل ما قلتي حضرتك هون صار عندها هم يمكن انا خصوصا اذا ما في عندها حدا بالبيت يعني مو حاطه مربيه او شيء. صحيح، هون صار عندها هم انه يعني هي بدها تروح على دوامها، كيف بدها تترك اطفالها وخاصه اذا كانوا هنا تحت عمر الخمس ست سنين، ما لها قدرانه تتركهم بالبيت، ما في مكان تحطهم، ما في بيت جد، بيت خالي، بيت عمي، فهي مضطره اكيد انه هون بهي الحاله انه تسجلهم بنادي صيفي، تسجلهم بهوايه، تسجلهم بمكان فيه رياضه، تسجلهم بكورسات، فهون حترجع لتنظيم الوقت اكيد لانه هي بالاساس وقتها منظم، اكيد ما حتقدر تتركهم بالبيت، فانا بنصحهم انه يسجلهم في نوادي كثير يعني بسيطه كلفتها مالها كثير باهظه، وبتقدر الام الموظفه انه هي تحط طفلها بمكان امن، تكون هي استغلت الوقت بشيء مفيد وتريح راسها وبتكون بمكان بشغلها هي مرتاحه. اكيد اهم شيء يعني شاء. اليوم بس ان كانت حياه الاطفال منظمه الام دائما بتكون مرتاحه بعملها. صحيح. نتشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتيها، وبنتمنى لابنك النجاح بالامتحان اليوم. قد ايه انت مضغوطه يعني جدا حاسه حالك انت اللي راح تقدمي؟ الاهل هن بيكونوا يعني متوترين اكثر من الطالب، بس كمان لازم هيك شوي مشان ما هذا التوتر ينقلوه للطالب، يعني يعملوا حالهم انه كونك انت اليوم اخصائيه تربويه، يعني اذا انت اليوم عم تحسي بهذا التوتر فاليوم بدك تنقلي لها، بدك تنقلي لها ابنك، بدك تنقلي لها كل حدا عم يشوفنا اليوم، كل حدا عنده قدرات، فنحن بنتمنى لابنك النجاح ولكل طلاب الشهاده الاعداديه والثانويه، ان شاء الله هيك الله لا يضيع لكم تعب ولا يضيع تعب اهاليهم، يعني دائما الضغط الاكبر عم بيكون على اهالي. صحيح. اكيد وكل شكرا عزيزه لابنك، والله يفرح قلبك بنجاحه وتجيب لنا شوكولا اكيد على الرجاء. حلو. لا انا شوكولا ما باكل اي شيء على الحليب. خلاص بكرم عينك، معناتها سوا نحن بنحب الحليب. شكرا عزيزة، بتوفيق لك ولكل الأمهات اللي عندهم. صباحكم بكل خير. صباحك يا رب.